أنا سميرة درويشة، أمي كسر مني، أمي كانت كتصايب الحريرة في السوق وكبرنا ما فحلناش. عندي أختي كي كيقولوا ضربها بوصفر وماتت مسكينة، وبقيت غير أنا اللي عند أمي، وزيت معها الزمان وزيت معها الحمل، طرف ديال الخبز حار وواعر، بقيت كنزنزن من هنا من هنا، وجا واحد الملاوض تزوج بيا، بقيت معاه في التكرفيس ولدت معاه جوج ديال البنيتات، ما لاقش بيا غير السكره والزناقي، تفارقت وجيت عند امي وقلت لها نتعاونوا باش ما يطلعها. وليت كنخدم على بنياتي، وبالليل كيدوزوا عليا البنات وكنمشيو نخرجوا ندبروا على نصيبنا. المهم وليت كنخرج مره كتصيب ومره كتخيب. واحد النهار شفت خيط من السماء، امي شاده الركنه وكتبكي، مالك امي؟ وبنيتي رانا عييت وتقهرت وتهديت، ما حيرتي الكرا، ما حيرتي الموطو، ما حيرتي الطفيلات، هما البنيات كيكبروا مصاريفهم كتار، ودابا العيد الكبير وبغيت نشري لكم الحولي، وليني راه ناجحتي لجهد الله. شوفي يا امي ارتاحي، ام الخير ديال الخير، اش بنيتي راه باقيه 3 ايام جهدنا نشريو الخيله، ما انت امي جبت الفلوس خلصنا الكرا والموطو، واش فينا معيد ان شاء الله يا بنيتي؟ عقبال الجيران وهاد البنيات ما نفرحوهمش يوي. قلت لها صافي كوني هانيه، عيطت على جميله وقالت لي ندوز نلقاكم مشخصه ولابسه ديك اللبسه، ايوا بيني لي اختي المفاتن. دازت عليا جميله مع مول الطاكسي اللي كنت فاهمه معاه كيدينا وكيردنا، ودخلنا لواحد البلاصه كلاص مشخصه وفيها غير انا وانا. مع الدوره ضربنا عينينا، بانت لينا واحد الطابله ها فيها 4 ديال الناس وحاطين داكشي اللي حاطين تساوي الثمن. قلت لها رانا حطيت العين على ديك الطابله تبتي وشمري وبقاي قاسه متبته، وديري النخوه على راسك بركة ما تطيري، شخصي يا صاحبتي ودفعي ليهم كبير وهما كاملين غيجيو يطيحوا لعندك. عادك شي ما درت، نط للطواليت وجا هضر معايا واحد فيهم وقلت له ما مسالياش. وعاوتاني جا واحد تلاح ليا هنايا على كتافي دفعتو، وجا واحد السيد وقلل اللحيه وقال واحد الكلمه معياش وطرشتو. مشاو جلسوا في الطابله ديالهم وكيبانوا ليا كيتش 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 كيتقاراو. يا ربي سمع ناس مع الخير، مره وكتمشي عيني جهتهم، كيجيو الناس وكيتساواو معانا، ما كيعجبناش داكشي، حنا خصنا ندبروا على فلوس العيد. جا واحد فيهم وقال لها اش بغات الغزاله؟ واش امرات الغزاله؟ اش بغيتي؟ داكشي اللي بغيتي غنسر به لك في الطابله، ايوا جلسوا باحترامكم، اجيو جلسوا معنا مرحبا بكم. جينا جلسنا وجاب لينا الشيشات وجاب لينا الشراب، وانا من عادتي ملي كنمشي كنثبت وكنحصن وكنبقى غير نضحك هكا نغفل بنادم كنكبلو الشراب في كاسو باش نبقى نصحصحا موكدا. الا شرب صرا ما عندي حياه، نبقى قاسه مشقلبه في الزناقه يضحكوا عليا الناس وانا عندي الوليدات، راه قال لك حمق وحاضي حوايجو. جلسنا وكلينا وشربنا ضحكنا ولعبنا، حطوا لنا داكشي اللي حطوا شربنا، وقالوا لي اش حب الخاطر الزين، اشكم كلكم كتهضروا؟ لا حنا كنهضروا على هاد صاحبنا، حنا غير غنوصلوه. اش حب الخاطر امري؟ لا 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 صافي ما جيتونيش على خاطري، باش تطلع السوق على راسها. شحال كتخرجي ب1000؟ نعطيوك 2000. كتخرجي ب2000 نعطيوك 3000 درهم. ويا ضرب لها الطن، قالت الله فلوس الحولي، فلوس الرخيله ضمنات. طمعت وقلت الله غادي نمشي واخا ما جاونيش على خاطري وخاطري تكمش، ولكن خليني نمشي باش نشري الرخله لبناتي. طمعت ومشيت معاهم وركبت في الطوموبيل. يلا خرجنا وزدنا واحد الشي شويه، فوتنا هذيك البلاصه يعني خرجنا من المدينه، وقلت لهم فين غادينا ويلي؟ انا راه غير خلاو القيفر غادي نفير ما غادي. لا لا خويا نزلوني نزلوني. دغيا سدوا ليا فمي، كتفوا ليا يديا، حيدوا ليا التليفون، طفاوه. اويلي شنو هاد الشيء؟ غمضوا ليا حتى عينيا وبديت كنحس بالسكوت، الطوموبيل كتزعزع يعني راه كندوزو من شي بيست يعني بدينا كندخلو وسط الغابه. مشاو داوني لواحد البلاصه وقالوا ليا دابا غنحيدو لك عياقتك، شتي كنتي كتساوي مع واحد طمعتي، ودابا كاملين اختي غديري لنا خاطرنا. تكرفصوا عليا واغتصبوني، واحد التمرميده عمري بحياتي ما ننساها، عيط نزاوك وعيط نطلب وعيط نهضر والو، شي واحد فيهم ما شفع فيا. سالاو جابوني هزوني في الطوموبيل لاحوني بالشانطي مشاو فحالاتهم. بقيت جالسه كنبكي تما كاينه مرمده، وقف عليا واحد الراجل شي شويه كبير، انا مزاوك اسيدي واش تقدر توصلني؟ ياك لاباس بنتي ها وقع ليا موقع ليك، ما يكونوش عيصه باش يتبعوني يا بنتي وانا غير راجل كبير، ارحم لك الوالدين دير فيا خير. وصلني لدارنا وتلاحيت عند امي، الله يا بنتي واش هاد المكتب كان بيك؟ الله يا بنيتي واش هاد الشيء؟ انا امي مسرى بغيت نمشي نجيب فلوس الحولي،
لا اله الا الله. جالسه وقلت لها مشي نديكلاري، ما كنعرف حتى واحد، ما عندي النمره ديال الطوموبيل، ما عندي، ما كنعرف عليهم حتى حاجه من غير هذاك الاول اللي هضر معايا، وهو اللي تكرفص عليا بزاف ومرمدني وضربني وبقى كيضربني كيعطيني غير البنيه. تعقلت عليه مزيان، تطبع عليا في الذاكره ديالي، ولكن غنمشي نقيد بمن، ما عارفه انا وينهم لا شكون هما لا منين جاو. بقيت جالسه، مشيت دخلت الدوش، كملت عظامي وجلست كنتصنت لراسي. وصلت العشيه وجات دقات علينا واحد السيده، كانت امي كتمشي تخمل ليها، وقالت لها شوفي لاله فاطمه، اهانا جبت لك هاد البركه، فرحي دوك البنيات شري لهم رخيله، جات لينا 26000 ريال. اي والله يخلف عليها ويجعلها في الميزان المقبول، كون صبرتيها ورزق البنيات جا ورا ما يصحابش ليا. المهم بقات بحال هكذاك، ومشات عند مول ديك لابواط اللي كانت سهرانه فيها وعيات، ما تقول له الله يرحم والديك، غير قول لي شكون. شوفي لاله انا ما قدت لها مشاكل لا على صداع، ما كنعرفهمش منهم من عباد الله، راه كل مره كتجي عندي ماركه، واش انا غنبقى نسجل مقيد عباد الله بسميتهم؟ سيري عطيني شبر ديال التيسه الله يرحم باك، ما تعاوديش تجي عندي ونجيب لك البوليس. عيط نرغب ونزاو، حتى شي واحد ما عطاني عليهم لا خبر ولا اثار، وظهرت الدوره وكرهت حياتي، وتعرفت على واحد سعودي جا المغرب وقال لي نتزوجوا انا وياك. تهلا فيا بالمعقول، شرا لي ابارطمان، شرا لي طوموبيل، فتح لي صالون، وجبت البنات بداو كيخدموا عندي. تنقول ويلي نسيت شاد المحبه اللي طاحت عليه، واش هاد الشيء وكذا وكذا. هو كان كيفرش الموضوع واحد اخر، ولكن انا فقت في اخر لحظه. المهم السيد كيدير لي غير بحال هكا، صايبت سناني، قديت شعري، قديت شكلي، المهم تسيفت وتقلبت 360 درجه، هزيتي وحده حطيتي وحده، وقال لي دابا تبقاي تدبر لي على البنات وداك الشيء، وغنديهم وندير لهم تما مشغال ونجلسهم ونكري لهم واحد البارطمان. ايوا لا خويا انا ما نتكلف، ما نتسال حتى وحده، وتديهم اخويا تما وتسد عليهم لو وقعت شي حاجه، ولا وحده قتلت وحده، ولا ماتوا، ولا لا 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 لا, لا, لا. خرجني من هذا السوق دابز معايا. مشى ما عاودش قلب عليا. بديت خدامه في الصالون ديالي، كناكل طريف ديال الخبز، انتقلنا انا ومين ديك الدويره، جلسنا وضحكنا ولعبنا، ولكن ما بقاتش عندي يما رحميني. وكل شويه الناس كيجي قدامي داك النهار اللي شتخيت من السما، وانا غادي نقلب غعله باش نشري العيد لبنياتي، وتكرفصوا عليا ومرمدوني. ما بغاتش تنسى ليا، بغيت نحماق عباد الله فيما الناس كيجي قدامي داك المشهد. دازت ايام ومشات ايام، وتنقول لامي لو كنلقاه، خاصه هذاك وانا عارفه ما دار ليا. جميع الممارسات الوحشيه اللي ممكن تخطر لكم في بالكم ديال الانسان ماشي بعقله، هذاك السيد دارهم مع ديك السيده من غير صحابو عاديين، ولكن هي حجم الاهانه وحجم الضرر اللي سبوا ليها تيضرب في القلب بزاف. دازت ايام ومشات ايام، كانت كتصاوب البنات من هنا من هنا، جات واحد البنت قالت لها عافاك صوبي ليا لماش، قديهم ليا، صوبي ليا حجباني طلعيهم ليا. وكتقول تمرين البنت كتقول لها صوبي ليا، قالت لها عندي واحد السيد يلاه تعرفت عليه، اختي راه قاتلني العربيه، ما كتعرفيش تلبسي، ما كتعرفيش ديري، انا كنبغي نسهر معاك كتحشمي بيا، ما هذه ما هذه. لقيت راسي تربطت فيه، وراتني صورته، قلبي تفزع من بلاصتو وعيني خرجوا. مالكي اشنو شفتي ياك لاباس؟ اويلي هو الكافر بالله العدو، هو بابي، هو اللي كتفني، هو اللي مرمدني وتعدى عليا، هو اللي تكرفص عليا بديك الوحشيه، هو اللي ما بغاش تنسى لي داكشي اللي دار ليا. لا ما زوينش اويلي، دوري دوري قول لي شوفي على هاد الضحكه تجي كطير عندي، شوفي السنان عندي دي صحاب هوليود، كنحمق انا غير بالضحكه تنطيح البنات ياك. وراتني سميتو في الفيسبوك ولصقات هنا ودخلتها وسديت عليها، كملوا ليها البنات صاوبوا لها داكشي اللي بغات بسلامه بسلامه. مشيت للدار وصرت قهوه كحله حطيتها حدايا وشديت تليفوني كنكتب سلام الدين، وحاطه واحد التصويره قتاله. سلام الدين اش خبارك؟ ما نتعرفوش اخويا، شكون نتيا اخويا؟ غير هكا طلعتي ليا في الفيسبوك، قلت والله تنتعرف على مول هاد الضحكه الغزاله، راه عارف راسي انا كنطيح البنات وكنطيح التيتيز، اللي شاف الضحكه ديالي ما كيقدر يصبر. كلمه مني كلمه منه، اعطيني نمرتك نعطيك نمرتي. هضرت معاه وتكلمت وقالت له انا بخيري وبخميري، وما خصني حتى شي خير، عندي الدار وعندي الطوموبيل وعندي الصالون تبارك الله، وكندير فيه ليستاتيك ولا كوافيو، ما نقولكش انا راني الحمد لله. يلا جيت من الامارات، ايوا بغيت نجي لعندك لدارك نسهروا شي سهره، شوف انا باغي غير نشطح وننشط، ايوا نفوج على دماغي وداكشي. قال لها مرحبا بك، شحال كطلبي؟ قلت
ما كنطلب حتى حاجه، غير نجي نتعرف عليك ومن هنا لقدام يكون خير. واش تشري ليا شي كادو؟ قال لها ونشري لك كادو. شرى الكادو وصوروا ليها في الواتساب وقال لها ما نخليكش بلاش، ندير لك الماطو للطوموبيل. مشيت لابسه احسن ما كاين فيك يا اللباس، ومقاده شعري ومركباه ودوك السنان ها تيشعلوا شعيل. ستاسيوني الطوموبيل صونيت عليه، قال لها طلعي الطبقه الرابعه. طلعي في لاسانسور عاد تلقاي واحد الباب اون فاس مع لاسانسور محلول، دفعيه ودخلي. دخلت وكنشوف غير في السماء، جلسنا وشطحنا ونتشطحت وجيت هو داير لي السيد بحال شي هاي 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 داير لك اختي رجل فوق رجل ومغط لك مع راساتو وعاجبو الحال. صحاب راسو راه انا من العبيد ديالو، ديري لي هكا دوري لي هكا لبسي لي هادي حطي لي هادي. المهم شطحت مزيان وخليت راسو تنغم مزيان، جبت الماكله حطيتها كلينا وقلت له عندي واحد الشرط. كلا وبدا راسو كيتقال، وقلت له شنو الشرط ديالي؟ قال لي شنو؟ قلت له عندي واحد البامبوش، البامبوش باش كنشلل فمي في ريحه الفاني كيحمق. هذا هو الشرط ديالي، الله يعطيك الستر، بغيتك تشلل في فمك باش نشم فيك ريحه الفاني. غريبه هذه، نحك سناني بالدونتيفريس. لا والله العظيم هذا هو الشرط ديالي، ماشي مشكله ياك ديال الفارماسي. وين ديال الفارماسي نكون هاني؟ هذاك ما دار زين الضحكه وزين السنان، جلس كيمض مض لك في الفم وكيضحك وكيقول لا ويلي شتي السنان كي دايرين انت؟ واقيلا عجبوك سناني باش جبتي لي هذا نشلل به سناني. قال السيد كيمض مض وانا متبتاه ثلاثه ديال الغلاقات اللي عطيتو قد هكا وشلل بهم فمو. وجينا وجلسنا وبدا كيدير يهز راسو حتى اكتشفت بان يدو تقالو في مره نط ضرب الدوره قشقشت له بعد دوك الفليسات اللي عنده في الماريو ولا عنده شي حاجه تليفونات خف خفت نهزهم تكون فيهم شي حاجه ولا هذا نصدق هذا الحبك حاجه اللي غندير بها البصمات عندي ما ندير بها. هزيت دوك الفليسات كاملين اللي عنده وجيت وجلست. صافي بدا بان ليا طفى، ما بقاوش عنده اليدين ولا الرجلين على شي وقف. قالت له عرفتيني؟ قال لها لا. عرفتي شكون انا؟ انا هي اللي كتبتيها، انا هي اللي كرفستيها والعيد باقي له يومين، انا هي اللي بغيت نفرح بناتي برخله، صدقت انا رجعت مذبوحه، انا اللي مشيت معاكم واغتصبتوني وتكرفصوا عليا ولحتوني في الغابه. ها كيجي يهضر لا لسان لا يدين لا رجلين. درت له المنوين في الماكله كلو سهله وقالت له ما خليناهاش غير هنا، من هنا ربع ساعه بالحساب اش غيوقع على السميره. دوك سنان الجهر كاملين غتحسبهم وحده وحده، وديك الساعه سير اخويا وركب السنان ديال الميكا باش تعلم ان الصمتة كدور والبزين كيقصح. جابتك الرويضه حتى البنات يديه وبغيتيني ننسى شنو درتي فيا؟ والله لا نستني الزمان، واخا قالوا الزمان كينسي والزمان كيقصي، انا ما نسيتش ولكن جيتك قاسيه وجيتك حاقده باغي ينوض وما لاقيش الجهد باش ينوض. هاويلي هاويلي بقى كيويل ومره كيغمض مره كيحل عينيه. قالت له غادي تحسب سنيناتك وحده وحده وحتى حاجه في سنانك ما غادي تبقى صحيحه. خلاته وقالت له الله يعاون، فتحت الباب ومشات. وديك الساعه قال لنا هاويلي بداني تغزغيز في امي، بدات تغزغيز دار بحال هكا، جبد بعدا واحد الناب وخلاته يكمل دوك السنينات كاملين يجبدهم ويحطهم قدامه ويحسب شحال من سنه. قالت لي تكرفس عليا ومرمدني ومرحمني شعيت نطلب فيه وكنقول له صافي انا مزوقه فيك بارك من هاد التبهديله اللي درتي ليا، لدرجه انني ما بقاش كنقدر نوقف على رجليا. واش انا ننسى؟ واش انا ننسى داكشي اللي دار فيا؟ عمرني ما غادي ندم على هادشي اللي درت ليه. وقالت له ديرها في الرجال ونساها، وديرها في النساء وترجعها. عطاتو على شي دور وانتقمات منه وعاشت حياتها مع بنيتها وبرد ديك العافيه وداك البركان اللي كان عندها في قلبها. وقالت لي ما حستش نهائيا بالذنب من جهته حيت اللي دار الذنب يستاهل العقوبه.